أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أطلق دوري رياضي تحت عنوان أنت أقوى من المخدرات بمشاركة شباب قرى محافظات بني سويف وسوهاج، وده ضمن البرنامج التوعوي اللي أطلقه صندوق على أو عن أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. خلونا نقترب أكتر من الفكرة. معنا هاتفيا الدكتور إبراهيم عسكر مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. أهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا حضرتك. صباح النور. نشاط جديد يضاف إلى أنشطة حياة كريمة، عايزين نعرف من حضرتك جات الفكرة منين، فكرة إنشاء دوري لكرة القدم في قرى حياة كريمة؟ الحقيقة إن مع توصيات معالي الدكتورة نيفين القباجي رئيس مجلس إدارة الصندوق كنا محتاجين إن إحنا نؤكد على تواجد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في هذه القرى بشكل مختلف وبشكل دائم ومستمر. ده مهم جدا. أهالينا اللي موجودين هناك اتضح ان هم عندهم بعض المعلومات والثقافات المغلوطه عن فكره تعاطي وادمان المواد المخدره وعن مشكله الادمان وعن التدخين وعن وعن وعن. فاحنا كنا لازم نكون موجودين معاهم وكمان مع كل فئات المجتمع، يعني احنا مش رايحين بس للشباب في مراكز الشباب، ولكن احنا متواجدين مع الاطفال ومتواجدين مع الاسر في حملات طرق ابواب بشكل مستمر. والحقيقه ان حملات طرق ابواب ديت يعني كان ليها ناتج قوي جدا في ان احنا نصحح المفاهيم والمعلومات المغلوطه. لقينا ان الناس محتاجه كلام ومحتاجه اللي تتكلم معاها ومحتاجه اللي يوضح لها الشغل ومحتاجه ان اللي ياخد بايديها ويوصلها لبر الامان، محتاجه ان في ناس عندها فعلا مرضى واقعين في هذه المشكله وما عندهمش درايه ولا معلومه ان في علاج وان الدوله بتقدم العلاج بالمجان وبسريه تامه. مع تزايد الحملات طرق الابواب قلنا طب احنا محتاجين ان احنا نجتذب اكبر عدد ممكن من الشباب عشان يكونوا مشتركين معانا في حاجتين اتنين. اول حاجه ان احنا نكون شباب متطوعين يقدروا ان هم يقودوا برامج صندوق مكافحه وعلاج الادمان داخل القرى نفسها. يعني انا حتى بعد ما امشي من القريه ما ينفعش ان انا اسيبها وامشي كده واسيب الدنيا، لا لازم يكون سايب شباب من القريه شباب يقدروا ان هم يقودوا هذه الحملات. فابتدينا ان احنا ندرب منهم شباب، ابتدينا ان احنا نطلق انشطه رياضيه كعمليه تجريبيه في زي ما حضرتك ذكرت كده بني سويف وسوهاج. والحقيقه ان يعني لقينا فيها صدى قوي جدا جدا لما يشارك معايا مبدئيا 31 فريق. عاوز اقول لحضرتك ان احنا خلال الفتره الجايه ان شاء الله وعلى ما يض وعلى وعلى على على مستوى 10 محافظات سيكون عندي اكثر من 300 فريق هيشاركوا في فعاليات وتنظيمات رياضيه كبيره. عايز اقول لك ان النجاح ده كله وراء برضك راجع وراء ان في تشبيك قوي جدا بيننا وبين الوزارات المعنيه بشكل كبير جدا وعلى راسها طبعا وزاره الشباب والرياضه. احنا في بيان قبل كده على طول كنا استهدفنا اكثر من 750 مركز شباب. فاحنا جينا المره دي نقول لك لا، طب احنا موجودين في قلب القرى اللي بتشهد التطوير بشكل قوي جدا، طب ايه المانع ان احنا نطلق دوريات رياضيه متنوعه ودوريات ثقافيه؟ وكمان عندنا الفتره اللي جايه حفلات ثقافيه قويه جدا في محافظه اسيوط.